الله ان شاء الله الشابتر اللي هنتكلم فيه حالا هو شابتر البروتين. وشابتر البروتين من الشباتر اللي مش طويله قوي، هو تقريبا ان شاء الله يكون حوالي حاجه و20 صفحه، ولكن من الشباتر الثقيله نسبيا، زائد انه من الشباتر المهمه لابعد مدى ممكن تتخيله. ان شاء الله امتحان حضرتك في الفاينل ربعه بس كده هيبقى بروتين، يعني انت عندك 30 صفحه بروتين مثلا، حرفيا يا جماعه ممكن من كل صفحه يجي سؤال واثنين، وده قيمه البروتين. فانت اصلا انك تذاكر لازم تذاكر البروتين ده الاول، البروتين ده لازم يكون متفرمط هو والليمت، بعد كده ياتي اي حاجه بقى. عشان كده لو انت عاوز ترتيب بروتين ثم بروتين ثم بروتين ثم ليبت وفيتامين ومينرالز والباقي زي ما انت عاوز، بروتين وبروتين وبروتين وليبت وفيتامين ومينرالز ثم اللي انت عاوز تذاكره ذاكره، بس كمان حط لي المينرالز قبل الفيتامين، لان المينرالز كان فيها اجزاء ما امتحنتوش عليها، وبالتالي معظم الامتحان هيكون من البروتين ومن المينرالز بالذات، دول لازم يتفرمطوا يا جماعه. عشان كده النهارده انا عاوزك تذاكر المينرالز، النهارده عاوزك تسمع المينرالز وتذاكرها. تعالوا بقى نبدا يلا البروتين. البروتين بادئ اول حاجه خالص، طبعا احنا عندنا المنهج بتاعنا كان عباره عن 6 شباتر، منهم 3 شباتر بنتكلم عن تركيب حاجات موجوده في الجسم كستراكشر وكميتابوليزم، البروتين والكربوهيدرات والليبيد. الثلاث اجزاء دولت بنقسم الشابتر الى جزئين، جزء استراكشر وجزء ميتابوليزم. البروتين واحد منهم، فاحنا هنقسم الشابتر ده الى جزئين اثنين، جزء استراكشر وجزء ميتابوليزم. هنبدا النهارده ان شاء الله في جزء الاستراكشر. اول حاجه بيقول البروتين ده اورجانيك كومباوند، اورجانيك معناه ان هو بيحتوي على كربون، هو اورجانيك كومباوند اوف هاي مولكولار ويت. هاي مولكولار ويت معناه حجمه الجزئي كبير، لان البروتين حجمه كبير، مكون من تشين، مكون من سلسله من حاجه اسمها الفا امينو اسيد. الفا امينو اسيد، وعاوز تعرف ان البروتين مكون من اكتر من 50 امينو اسيد، والامينو اسيد ده هو الوحده البنائيه للبروتين. يبقى الوحده البنائيه للبروتين اسمها الامينو اسيد. عدد الامينو اسيد كام في البروتين؟ اكتر من 50، والنوع بيكون الفا امينو اسيد. بعد كده بيقول كونكتد توجذر باي بيبتايد لينكج. بص بقى، ادي امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد اكتر من 50 واحد، ال 50 دول عاملين سلسله، نوع كل امينو اسيد اسمها الفا امينو اسيد. يبقى احنا عندنا اكتر من 50 الفا امينو اسيد مفردين، ثم بعد كده هم جايين متوصلين مع بعض ببيبتايد لينكج. فلما اجي اقول لك ايه نوع اللينكج اللي بين الامينو اسيد في جزيء البروتين اسمها بيبتايد، نوع البروتين نوع الامينو اسيد هيبقى الفا، والبروتين انت اكتر من 50. نسبه النيتروجين في البروتين 16%، النيتروجين بيكون 16% من جزيء البروتين. يعني مبدئيا كده خلينا النهارده واحنا ماشيين اشرح لك الحاجه فاهمها لك واحفظها لك، بحيث ان خلاص انت سمعتها مره المذاكره تبقى سهله جدا. مبدئيا احنا عندنا بروتين اورجانيك هاي مولكولار ويت بيحتوي على الوحده البنائيه للبروتين اسمها امينو اسيد، نوعها الفا امينو اسيد عددها اكتر من 50، والرابطه اسمها بيبتايد لينكج. النيتروجين بيمثل 16%. ايه وظيفه البروتين؟ البروتين بيعمل ككاتاليست، يعني عامل حفاز لو كون انزايم. خد بالك انا في كل حاجه هقول لك بيعمل كايه لو كون ايه، هو بيعمل ككاتاليست كعامل حفاز لو كون انزايم، بيؤدي دور فيه الترانسبورت والستورج لو اشتغل ككارير، لان البروتين بيبقى كارير، والكارير ده معناه بيشيل، وبالتالي بيستخدم في الترانسبورت والستورج. كوردينيتد موشن، كوردينيتد موشن معناه الحركه، بيلعب دور في تنسيق الحركه، ده لو داخل في تركيب العضلات، لان انتوا عارفين العضلات مكونه من بروتين، وبالتالي البروتين لو عضلات بيعمل كوردينيتد موشن. ليه دور كميكانيكال سبورت، كلمة ميكانيكال سبورت معناها بروتكشن، معناها دعامة، بيلعب دور كدعامة لو مكون الكولاجين، بيلعب دور في المناعة اميون بروتكشن لو مكون انتي بودي، بيلعب دور في الجنريشن اند ترانسميشن اوف نيرف امبلس لما يكون الريسبتور، بيلعب دور في الكنترول اوف جروس والديفرنشيشن لما يكون الجين والهرمون. ببساطة لما تيجي تبص للفانكشن هتقول لي ايه بقى؟ البروتين بيكون انزايم فيبقى كاتاليست، بيكون كارير فيبقى ترانسبورت وستورج، في المصل بيعمل موشن، في الكولاجين بيعمل دعامة، في الانتي بودي بيشارك في المناعة، في الريسبتور بيساعد على خلق الإشارة العصبية ونقل الإشارة العصبية كجين وهرمون، ده بيتحكم في الجروث. فهو الفكرة البروتين بيكون ايه والحاجة اللي البروتين بيكونها دي بتعمل ايه. الجزء ده كده اللي انا قلته حالا ده كمقدمه، ده مقدمه الشابتر. لخصوا معايا كده في لحظه يلا. البروتين بيكون اورجانيك هاي مولكولار ويت، بيحتوي على وحده من اسمها امينو اسيد، نوع الامينو اسيد الفا امينو اسيد، عددهم اكثر من 50، متصلين بحاجه
حاجه اسمها بيبتايد لينكج. النيتروجين بيمثل 16% من تركيب البروتين. البروتين بيعمل كانزايم فيبقى كاتاليست، كارير فينقل، مصل فيحرك، كولاجين فيدعم، انتي بودي فيبقى مناعه، ريسبتور فيبقى خاص بنقل الاشاره العصبيه وخلقها زي ما خدنا بالفيسيولوجي، الجين والهرمون فيتحكم في النمو. عاوزين بقى نتكلم عن الوحده البنائيه للبروتين ويبدا الكلام الجد بقى. الوحده البنائيه للبروتين هي الامينو اسيد، ومن هنا بدا شطر البروتين. كده هنبدا بايو بجد بقى. الامينو اسيد هي الوحده البنائيه للبروتين، وبيقول الامينو اسيد هي اورجانيك اسيد. قلنا اورجانيك معناه ان هو بيحتوي على كارب، بيحتوي على كارب. اذا الامينو اسيد هو اورجانيك، بيحتوي على اسيديك جروب. وعلم على الكلام ده من اول هنا، كل كلمه حرفيا سؤال. الامينو اسيد هو اورجانيك، يعني في كارب زائد ان في مجموعه حمضيه ومجموعه قاعديه، بيحتوي على اسيديك جروب وبيزك جروب. الاسيديك جروب دي اسمها الكربوكسيل جروب اللي هي السي او او اتش، والبيزك جروب هي الامين جروب اللي هي الان اتش 2. بص على الرسمه اللي جنبك كده، هتلاقي في النص في ايه؟ كربون. اذا هو اورجانيك، والكربون ماسك معاه هيدروجين. بص على اليمين هتلاقي السي او او اتش، دي اسمها ايه؟ الكربوكسيل جروب، ودي اسيدك ولا بيزك؟ اسيدك. بص على الشمال هتلاقي الان اتش 2، ودي اللي اسمها امينو جروب، ودي اسيدك ولا بيزك؟ بيزك. اذا الامينو اسيد، وخد بالك عشان ده البناء بتاع الشابتر كله، الشابتر كله بيبني على الكلمتين دول. الوحده البنائيه للبروتين اسمها امينو اسيد. الامينو اسيد فيه كربون فيبقى اورجانيك، في مجموعه اسيدك وفي مجموعه بيزك. المجموعه الاسيدك هي الكربوكسيل اللي هي السي او او اتش، والمجموعه البيزك هي الامين اللي هي الان اتش 2. بعد كده بيقول عندنا تقريبا 300 امينو اسيد موجودين في الطبيعه. عدد الامينو اسيد في الطبيعه حوالي 300، ولكن 20 امينو اسيد بس اللي بيخشوا في تركيب البروتين في جسمنا. يبقى احنا عندنا عدد الامينو اسيد اللي عرفناها في الطبيعه ككل عندهم كام؟ 300، ولكن كام واحد في جسمنا؟ 20. اللي بيخشوا في تركيب البروتين في الجسم 20، وللاسف انت هتحفظ ال 20 كلهم. هتحفظهم ازاي؟ هتلاقي الحاله مرتبهم لك ترتيبات، مين اسيدك؟ مين بيزك؟ مين هيدروكسيل؟ مين سلفر؟ وتلاقينا نقعد نقول كل ال 20 دولت كل واحد منهم ايه وايه 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 وايه، وكل كلمه سؤال في الامتحان ده يتقال في الحته دي ازاي؟ الامينو اسيد، بس هو انا سبت كده هسكنها لكم، ما تقلقوش ما تخضوش هسكنها لكم. بعدها بيقول الامينو اسيد اللي بيكون البروتين، كنا قلنا الامينو اسيد نوعه ايه؟ الفا. بس عايزك تعرف لي بقى ان هو حاجه اسمها ال الفا. ال الفا، يبقى الامينو اسيد اللي بيكون البروتين اسمه ال الفا امينو اسيد. يمشي ورق ايه؟ الامينو اسيد اللي مكون البروتين من النوع ال الفا امينو اسيد. اول سؤال اساسي في الامتحان هيجي لك، يلا كل الامينو اسيد اللي مكونه البروتين ال الفا امينو اسيد ما عدا البرولين، ده اول سؤال لازم هيجي لك في الامتحان. يبقى لما اجي اقول لك all of the following or one of the following amino acid isn't formed of ال الفا امينو اسيد، يبقى نختار مين؟ برولين. هي كل الامينو اسيد بتاعه البرولين تركيبها ايه؟ كل الامينو اسيد بتاعه البروتين اسيد تركيبها ال الفا. عاوزين الاول نعرف يعني ايه كلمه ال الفا، ثم نطلع تاني نشوف الاستثناء. ال الفا معناها الاتي، بيقول لي ال الفا امينو اسيد مينز الامينو جروب. ايه الامينو جروب دي؟ اللي هي ال ان اتش 2 اللي الاسيريك ولا البيزك؟ بيزك. بيقول لي الامينو جروب از اتاتشد تو الفا كارب. ويعني ايه الفا كاربون دي؟ الفا كاربون هي اول كربونه جنب السي او او اتش، يبقى اول كربونه جنب السي او اتش نسميها الفا. ال ان اتش 2 لازم يمسك مع الالفا دي، عشان كده لو جيت بصيت هتلاقي ادي السي اهي، ادي الكربون اللي ماسك معاه سي او او اتش، وهتلاقي السي دي معاها هيدروجين ومعاها ار، ار دي يعني كمان سلسله من سي وسي 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 وهكذا. اول كربونه جنب السي او او اتش بنسميها الفا، تلاقي ال ان اتش 2 ماسك هنا، يبقى ال ان اتش 2 بيمسك في الكربونه اللي ماسكه في السي او او اتش، والكربونه دي اسمها الفا كربون، سميناها الفا امينو اسيد. سؤال بقى، هو ال ان اتش 2 دلوقتي يمين ولا شمال؟ على الشمال ولا على اليمين؟ على الشمال، نقول عليه ال لانه ناحيه الشمال فنسميه ال. يبقى اي، لا هو الشمال بتاع الرسمه زي ما هو، ما تنسوش هو الشمال بتاع الرسمه اهو، يبقى هو ال.
اذا لما اقول لك يعني ايه كلمه ال الفا امينو اسيد، يعني ايه الفا الاول؟ ان ال NH2 ماسكه في الكربونه اللي اسمها الفا. مين الكربونه اللي اسمها الفا دي؟ اول كربونه جنب السي او او اتش، يمين ولا شمال؟ شمال، يبقى اسمها ال الفا. عشان كده كاتب بيقول ال الفا امينو اسيد معناها ان الامينو جروب ماسكه في الالفا كربون. ايه الالفا كربون دي؟ ده الفيرست اتوم نيكست تو سي او او اتش واورينتد تو ذا ليفت ناحيه الشمال، عشان كده قلنا عليها ال. يبقى كل الامينو اسيد اللي داخلين في تركيب البروتين تركيبهم ال الفا امينو اسيد ما عدا علم على البرولين. يلا ده سؤال قسم معاك في الامتحان ان شاء الله. ما عدا البرولين، هات الصفحه دي كلها معايا كده. البروتين بيبقى اورجانيك، والوحده البنائيه للبروتين اسمها امينو اسيد، اللي هي كمان بتبقى اورجانيك. دي اورجانيك ودي اورجانيك. هاي مولكولار ويت مكون من سلسله من ما تقوليش الفا بقى، اسمها ال الفا امينو اسيد ما عدا مين؟ ما عدا البرولين. ماسكين مع بعض بايه؟ تايت لينك. نسبه النيتروجين بتكون 16%. الوحده البنائيه للبروتين اسمها امينو اسيد، اللي بيبقى اورجانيك يعني فيه كارب معاه مجموعه اسيدك ومعاه مجموعه بيزك. المجموعه الاسيدك سي او او اتش اسمها الكربوكسيليك، مجموعه بيزك ان اتش 2 اللي هي الامينو. بعد كده عندنا كام امينو اسيد في الطبيعه؟ 300. اللي داخل في تركيب البروتين 20، كلهم نوعهم ال الفا امينو اسيد ما عدا البرولين. ده الاستثناء بتاعنا. وقلنا يعني ايه ال الفا امينو اسيد؟ عاوزين نعمل كلاسيفيكيشن امينو اسيد بقى، وده اللي هيكررك في الشابتر. ده الجزء اللي هيكررك في الشابتر. ال الفا امينو اسيد ما عدا البرولين، ده اول سؤال. تعالوا بقى نبص على كل كلمه من اول حاله لسؤال. حرفيا كل كلمه، كل كلمه، كل مربع صغير من اول حاله لسؤال في الامتحان. ايه الكلاسيفيكيشن اوف امينو اسيد بقى؟ بيقول الامينو اسيد بتقسم حسب الاتي. اول حاجه اورجانيك اسيد ذات درايفد فروم، هي جايه من انهي اورجانيك اسيد؟ وده بنسميه كيميكال كلاسيفيكيشن. على اول تقسيم هنتكلم عن كيميكال كلاسيفيكيشن. تاني تقسيمه كونتنت اوف امينو وكربوكسيل جروب، محتوى الامينو والكربوكسيل، هل هي امينو واحده وكربوكسيل واحده؟ هل هي اثنين امينو واحده كربوكسيل؟ هل هي اثنين كربوكسيل واحده امينو؟ يعني فيها قد ايه امينو قد ايه كربوكسيل. رقم ثلاثه اسمها نيوتريشنال كلاسيفيكيشن، حسب القيمه الغذائيه. نيوتريشنال كلاسيفيكيشن او بيولوجيكال يعني حسب القيمه الغذائيه. ثم رقم اربعه مصير الامينو اسيد في الجسم ايه؟ فيت ان ذا بودي، ودي بنسميها ميتابوليك كلاسيفيكيشن. الفيت بتاعه هل هيدي جلوكوز ولا هل هيدي كيتون بوديز ولا هل هيدي جلوكوز وكيتون بوديز؟ زائد التقسيمه الاخيره البولاريتي، وبولاريتي معناها الذوبان في الميه، هل بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش في الميه؟ ده الخمس تقسيمات اللي هنتكلم عنهم، ونبدا على طول مباشره يلا بالكيميكال كلاسيفيكيشن. وفي الكيميكال كلاسيفيكيشن خد بالك بقى، عشان زي ما بقول لحضرتك كل مربع صغير، يعني انت عندك مثلا حالا ست مربعات، ممكن الست مربعات دول يجي منهم ثلاث اسئله في الحته دي بس. وده يوضح لك قيمه الجزئيه دي. الكيميكال كلاسيفيكيشن احنا عندنا الامينو اسيد بنقسمه يا اليفاتيك يا اروماتيك يا هيتيروسايكليك. يا اليفاتيك يا اروماتيك يا هيتيروسايكليك، يعني ايه اليفاتيك؟ ما فيهاش حلقه، نو رينج، يعني عباره عن خط لينير ما فيش حلقه، دي بنسميها اليفاتيك. امال يعني ايه اروماتيك؟ بتحتوي على حلقه، وهيتيروسايكليك معناها بتحتوي على حلقه. بس في الاروماتيك الحلقه هي حلقه بنزين، في الهيتيروسايكليك اي حاجه غير البنزين. خدها كمقارنه الاول، احنا عندنا امينو اسيد يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا اليفاتيك يا اروماتيك يا هيتيروسايكليك. اليفاتيك معناها نو رينج، اروماتيك معناها بنزين رينج، امال هيتيروسايكليك معناها اي رينج غير بنزين. تعالوا بقى نبص على نوع كل واحد، والسؤال هنا دايما بيجي ازاي؟ يقول لك كل مما يلي هيتيروسايكليك ما عدا اوان اوف ذا فولوينج از اروماتيك، اوان اوف ذا فولوينج از اليفاتيك، دايما بنتسال فيه. في المحاضره الدكتوره كانت بتجيب لي 20 تكتبهم. يعني تبقى جايبه ال 20 كلهم كاتباهم، انا بقى عملت حركه احسن بقى. لما يكون الجزء الكبير قوي في حته هتلاقي يجيب لك اول اكسبت، يعني كله ما عدا، واحفظ ده واحفظ ده، اي حاجه غير كده يبقى النوع يجيب لك فيه اول. فاهمين انا عاملها ازاي؟ عشان تبقى سهله عليك. يعني مثلا في الاليفاتيك كلهم اليفاتيك،
ما عدا مين بقى؟ ما عدا خمسه، يبقى احفظ الخمسه وال 15 الباقيين هيبقى نوعهم اليفاتيك. اذا كلهم اليفاتيك ما عدا الاروماتيك فينايل انالين وتيروسين. فينايل انالين وتيروسين والهيتيروسايكليك تريبتوفان هيستيدين برولين. تريبتوفان هيستيدين برولين. خد بالك احنا هنقول ثلاث حاجات في كل حاجه هتلاقي دي لخبطه. خلينا نبدا نسكن يلا. اروماتيك معناها عطر، وعطر دي معناها لريحه متطاير. طار تيروسين. طار تيروسين. طار راح فين؟ في نايل انالين. فين؟ طار راح فين؟ طار تيروسين. فين؟ في نايل انالين. اضحك حالا عشان تضحك في الامتحان. يعني اتريق عليها حالا بس في الامتحان هتجاوبها بكده. ابقى اعتمد على ذاكرتك في الامتحان، شوف هتجاوب ولا مش هتجاوب، والله ما هتجاوب كلمه بالذاكره. انما بالسكين هتجاوب. يبقى اروماتيك بيطير يبقى تيروسين. فين؟ في نايل انالين. ادي الاروماتيك. تعالوا نبص على الهيتيرو. الهيتيرو خد الفكره ان هو لما ما بقاش بنزين بهت، لما كان حاجه غير البنزين بهت، البيبرولين الاتش هيستيدين والتي تريبتوفان بهت، برولين هيستيدين تريبتوفان. يبقى كله اليفاتيك ما عدا طار. فين؟ يبقى اروماتيك. وبهت يبقى هيتيروسايكل. تعالوا نبص على اللي بعدها، واللي بعدها دي لازم 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 هتتسال في الثلاثه. لازم في عندنا امينو اسيد اسمها هيدروكسيل امينو اسيد. هيدروكسيل يعني مجموعه او اتش، نسميها هيدروكسيل امينو اسيد. وفي عندنا سلفر كونتيننج امينو اسيد يعني فيها مجموعه سلفر. وفي عندنا برانش تشين امينو اسيد يعني تلاقي الامينو اسيد على شكل سلسله، بس السلسله طالع منها برانشات نسميها برانش تشين. اذا احنا عندنا امينو اسيد فيها او اتش بنسميها هيدروكسيل كونتيننج امينو اسيد. في عندنا امينو اسيد فيها مجموعه سلفر نسميها سلفر كونتيننج امينو اسيد. في عندنا امينو اسيد ليها برانشات بتسميها برانش تشين امينو اسيد. 3 3 3 بالنسبه للهيدروكسيل سيرين سيرونين تيروسين. سيرين سيرونين تيروسين تلاقي كلهم فيهم سين اهو. سيرين سيرونين تيروسين دول هيدروكسيل. امال بالنسبه للسلفر سيستين وسيستين وميسونين. السيستين والسيستاين والميسونين. سيستين سيستاين ميسونين. لو قلت لكم الجزء ده هيعقدكم بالشطر لانه كله حفظ حاجات اصلا كلها متشابهات. هما مين الهيدروكسيل كونتيننج؟ سيرين وتيروسين وسيرونين. امال مين هما السلفر كونتيننج؟ سيستين وسيستاين وميسونين. امال مين البرانشد؟ انا عاوز اول ثلاثه. فالين وليوسين وايزوليوسين. فالين وليوسين وايزوليوسين. تعالوا تاني كده نجيب الكيميكال كلاسيفيكيشن بقى. لسه اللي جاي احلى. كيميكال كلاسيفيكيشن. الكيميكال كلاسيفيكيشن قسمنا يا اما ايه يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اليفاتيك يا اروماتيك يا هيتيروسايد. يعني ايه اليفاتيك؟ لا نركز بقى. يعني ايه اليفاتيك؟ نورين. يعني ايه اروماتيك؟ الرنج بنزين. يعني ايه تيروسايكليك؟ الرنج اي حاجه غير بنزين. كلهم اليفاتيك ما عدا تيروسين وفينايل انالين اروماتيك. انما البرولين والهيستيدين والتريبتوفان يبقوا هيتيروسايكل. مين اللي بيحتوي على هيدروكسيل؟ اس تي تي سيرين سيرونين تيروسين. مين اللي بيحتوي على السلفر؟ سي سي ام سيستين وسيستاين وميسونين. من برانشد فالين وليوسين واخول اللي اسمه ايزوليوسين. فالين وليوسين وايزوليوسين. معاك الجلايسين والانالين مش عاوزهم، انا عاوز بس فالين وليوسين وايزوليوسين. اقلب الصفحه يلا. عايزين نتكلم اكوردنج تو زير كونتنت اوف امينو اند كاربوكسيل جروب، اللي هو بيحتوي قد ايه امينو بيحتوي قد ايه كاربوكسيل. والحته دي مهمه قوي برضه. عندنا في نيوترال امينو اسيد، واحنا قلنا الامينو اسيد بيحتوي على مجموعه اسيدك ومجموعه بيزك. وانا لو قلت لك المجموعه دي قد المجموعه دي، يعني الاسيدك قد البيزك، يبقى
نيوترال. امال لو قلت لك المجموعه الاسيديك اكتر من البيزك يبقى الامينو اسيد اسيديك، امال المجموعه البيزك اكتر من الاسيديك يبقى بيزك. اذا عندنا الامينو اسيد يا اما نيوترال يا اما اسيديك يا اما بيزك، يا نيوترال يا اسيديك يا بيزك. النيوترال بناء عليه مونو امينو مونو كربوكسيليك. يعني ايه مونو امينو ومونو كربوكسيليك؟ هي امين جروب واحده وكربوكسيل جروب واحده. مونو امينو مونو كربوكسيليك يعني واحده وواحده قد بعض يبقى نيوترال، وده كل الامينو اسيد ما عدا اللي هنقولهم في الباقي. بالنسبه للاسيديك، الاسيديك بتفكيرك بقى هيبقى انهي مجموعه اكتر من الثانيه؟ الكربوكسيليك اكتر من امينو، فيبقى داي كربوكسيليك مونو امينو. يعني كام كربوكسيل جروب؟ اثنين. وكام امينو؟ واحده. يعني الاسيديك اكتر من البيزك فيبقى اسيديك، وده الاسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد اخرهم اسيد اهو، اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد يبقوا اسيديك. واسيديك يعني داي ايه مونو ايه؟ داي كربوكسيليك مونو امينو. امال بالنسبه للبيزك العكس بقى، البيزك يبقى اتنين من البيزك واحده من الاسيديك، يعني اتنين امينو وواحده كربوكسيليك. يقول لي داي امينو مونو كربوكسيليك، داي امينو مونو كربوكسيليك. نجيبهم كده كمقارنه الاول مبدئيا حسب محتواهم من الامينو والكربوكسيل بنقسمهم يا ايه يا ايه يا ايه، يا نيوترال يا اسيديك يا بيز. النيوترال مونو مونو، الاسيديك داي من الكربوكسيل مونو امينو. امال البيزك داي من الامينو واحده من الكربوكسيل. مين هم النيوترال؟ كلهم ما عدا اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد يبقوا اسيديك، لايسين ارجينين هستيدين يبقوا بيزك. انا عاوز ثلاثه دولت، لايسين ارجينين هستيدين، دول هيبقوا بيزك. الدكتوره كاتبه السته بس انا بقول لك اللي بيجوا في الامتحان ايه؟ اللايسين والارجينين والهستيدين. وانا بكرر، احنا طول ما احنا ماشيين هتلاقي حاجات عماله تتكرر، فلو ما حفظتهاش هنا هتحفظها قدام، الموضوع هيفضل يتكرر كتير النهارده، كل ما نمسح صفحه هتلاقيه بيكرر الكلام تاني. اذا احنا عندنا البيزك هما اللايسين والارجينين والهستيدين، الاسيديك اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد. لما يجيب لك مثلا سؤال ويقول لك all of the following are basic amino acid except، ويجيب لك لايسين وارجينين وهستيدين وفينايل انالين مثلا، يبقى الاختيار بالنسبه لك فينايل انالين، لان طالما الاسم مش مكتوب اعرف ان هو تبع النيوترال، وهم كلهم نيوترال ما عدا انا كاتبهم دول. تعالوا نبص على النيوتريشنال كلاسيفيكيشن بقى، وقلنا النيوتريشنال كلاسيفيكيشن دي حسب القيمه الغذائيه، وحسب القيمة الغذائية احنا بنقسم الامينو اسيد الى ثلاثة. واسمع مني الموضوع الاول بيبقى ازاي، احنا بنقسم الامينو اسيد لاسينشال ونون اسينشال وسيمي اسينشال، يا اسينشال يا نون يا سيمي. اسينشال معناها الجسم ما بيصنعهمش فضروري تاخدهم في الاكل عشان كده سميناهم اسينشال. نون اسينشال معناها الجسم بيصنعهم بكم كافي فمش لازم تاكلهم، نون اسينشال. سيمي اسينشال الجسم بيصنعهم ولكن بكم غير كافي، فالجسم كده كده بيصنعهم بس برضه يا ريت تاخدهم في الاكل، ودول اصلا نوع من الاسينشال. يعني طالما الجسم بيصنع الحاجه نسميها اسينشال ولا نون؟ نون. امال لو الجسم ما بيصنعهاش تبقى اسينشال. يبقى الفكره كلها في الاسينشاليتي، في الضروريه للجسم بناء على الجسم بيصنعها ولا بيصنعهاش. الجسم لو بيصنعها يبقى انت مش محتاج تاخدها تبقى نون اسينشال، الجسم ما بيصنعهاش يبقى انت محتاج تاخدها تبقى اسينشال. لو الجسم بيصنع بس بكم غير كافي بنسميها السيمي، واحنا هنحفظ قوي اسماء الاسينشال والباقي يبقى نون اسينشال. طيب بقى ناخدهم كده اول واحده، اول واحده معانا هي الاسينشال امينو اسيد. الاسينشال امينو اسيد قلنا يعني ايه اسينشال؟ هو احنا بنقول ضروري بناء على التصنيع ولا اللي هناخده في الاكل؟ اللي هناخده في الاكل. فاسينشال معناها لازم تاكل منه، معنى كده الجسم ما بيصنعهوش. فعشان كده بيقول الاسينشال امينو اسيد سميناها اسينشال بيكوز زي كانت بي فورمد ان ذا بودي، ما بتتصنعش في الجسم، بما انها ما بتتصنعش في الجسم يبقى لازم ماست بي. بص الكلمه هنا كاتب لك ماست بي، لازم ضروري تتاخد في الاكل، لان نقصها بيؤدي الى امراض. ومين هم الاسينشال امينو اسيد؟ عددهم 10 ولازم تحفظهم، بس احنا هنحفظهم بطريقه سهله، يا في المحاضره دول هنقولهم تحت بعض، انا سكنتهم بطريقه اسهل شويه.
عندنا اتنين اروماتيك والتلاته بيزك والتلاته برانشد. هما مين الاتنين اروماتيك؟ الاروماتيك كانوا فينايل انالين ومعانا التريبتوفان. معانا تلاته بيزك، تلاته بيزك، هما مين البيزك؟ ما تقلبش، انا عارف انها مكتوبه هناك تيروسين، اصبر بس. في تلاته بيزك، مين التلاته بيزك اللي قلنا عليهم؟ لايسين وارجينين وهستادين والتلاته برانشد. فاكرين مين البرانشد؟ فالين واليوسين وايزوليوسين، ومعانا اتنين كمان ميسونين وسيرونين. يبقى هم عددهم 10، 2 3 3 والاتنين نين. اتنين اروماتيك فينايل انالين وتريبتوفان، تلاته بيزك ارجينين ولايسين وهستيدين زي ما قلنا البيزك، تلاته برانشد فالين ليوسين ايزوليوسين، واتنين نين ميسونين وسيرونين. احنا قلنا يعني ايه اسينشال؟ لازم تاخدهم في الاكل. معنى كده ان الجسم ما بيصنعهمش ونقصهم يؤدي الى امراض. سؤال امتحان، نقص الميسونين بيعمل فاتي ليفر، فلما اقول لك فاتي ليفر از ديو تو ديفيشنسي اوف ميسونين، يبقى نقص الميسونين يعمل فاتي ليفر، ونقص التريبتوفان يعمل بلاجرا. نقص الميسونين يعمل فاتي ليفر، ونقص التريبتوفان يعمل بلاجرا. والبلاجرا ده مرض الجلد الناشف، اسمه كده مرض الجلد الناشف. ده ان شاء الله لما تيجوا تراجعوا وتبصوا على الفيتامين هتلاقي بيقول لك ده مرض التلاته دي، دراي سكين ودياريا وديمنشيا، جلد ناشف واسهال وفي فقدان للذاكره. اذا عايزك تركز على حاجه بقى، نقص مين يدي فاتي ليفر؟ نقص الميسونين. اما نقص التريبتوفان يدي بلاجرا. وما مين هم العشره اسينشال امينو اسيد؟ الاول انا عاوز اعرف يعني ايه كلمه اسينشال. الجسم ما بيصنعهمش، يبقى لازم يتاخدوا في الاكل ونقصهم يؤدي الى مرض. مين هم الاسينشال؟ 10، 2 اروماتيك والثلاثه بيزك والثلاثه برانشد واثنين نين. مين الاروماتيك؟ فينايل انالين وتريبتوفان، ونقص التريبتوفان يعمل بلاجرا. تلاتة بيزك أرجينين ولايسين وهستيدين، تلاتة برانشد فالين وليوسين وأيزوليوسين، واتنين نين ميسونين اللي نقصه يعمل فاتي ليفر وسيرونين. تعالوا نبص على النون اسينشال بقى، هو يعني ايه كلمة نون اسينشال من غير ما تبص؟ نون اسينشال معناها الجسم بيصنعهم بكم كافي وبالتالي مش محتاج تاخدهم في الأكل. بيقول زيس امينو اسيد كان بي سينسايز ان ذا بودي، بتصنع في الجسم فورمت فروم كربوهيدرات اور اسينشال امينو اسيد، يا اما بتتصنع من الكربوهيدرات يا اما من الاسينشال. مين هم؟ تحفظ ما تحفظهمش. ليه؟ احفظ الاسينشال، احفظ الاسينشال، واي حاجه غير الاسينشال تبقى نون اسينشال، ما تحفظش اسامي دول خالص. تعالوا نبص على السيمي اسينشال، يعني ايه كلمه سيمي اسينشال بقى؟ الجسم بيصنعها ولكن بكم غير كافي، فانت لازم تكمل عليهم من الاكل، ده بنسميها سيمي اسينشال. فيقول سام اسينشال، وخد بالك السيمي اسينشال دي انواع من الاسينشال اصلا. سام اسينشال امينو اسيد كان بي سينسايزد ويزن ذا بودي، ولكن ذير سينسيس از نوت انسفيشنت اماونت. انا عايز اعلم على الكلمه دي، علم اول حاجه ان هم اسينشال من انواع الاسينشال، ولكن تصنيعهم ما بيكونش كافي لاحتياجات الجسم، وبالتالي بص الكلمه اللي بيقول لك زي شود بي هناك في الاسينشال قالك ايه؟ ماست، لان نقصهم يؤدي الى امراض، نقص دول ما يؤديش الى امراض، لان كده الجسم بيصنعهم، بس الفكره انت لازم تكمل على اللي الجسم بيصنعه، وتعرف لي الاسمين ارجينين وهستيدين. ارجينين وهستيدين، هما مين هم الارجينين والهستيدين دول؟ ارجينين والهستيدين دول كانوا البيزك، ولو رجعت بصيت على الاسينشال هتلاقي من ضمن الثلاثه بيزك مكتوب ارجينين وهستيدين. عشان كده انا قلت لك اصلا السيمي اسينشال ما هي الا اسينشال. ال10 اسينشال 8 يا جماعه بيتصنعوا في الجسم بكم كافي جدا، واثنين بيتصنعوا في الجسم بس بكم غير كافي. الاثنين من ال10 دول هم مين ومين؟ هستيدين وارجينين، وبالتالي لازم تاخدهم ولا يا دوب تاخد منهم كم؟ تاخد منهم كم مع الاكل. يبقى حسب النيوتريشنال فاليو قسمناها يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا اسينشال يا نون اسينشال يا سيمي اسينشال. خلينا ناخدهم كمقارنه بقى، مقارنه بالعرض كده مش ورا بعض، بالعرض. هو يعني ايه اسينشال؟
الجسم بيصنعهم بكم كافي. يعني ايه نون اسينشال؟ الاسينشال اسف الجسم ما بيصنعهمش، النون الجسم بيصنعهم، السيمي بيصنعهم ولكن بكم غير كافي. الاسينشال لازم تاخدهم في الاكل، النون مش لازم تاخدهم في الاكل، السيمي لازم تكمل عليهم. مين هم الاسينشال؟ العشر. مين هم النون؟ الباقي. مين هم السيمي اسينشال؟ ارجينين وهيستيدين. مكتوب عندك ملحوظه واللي فيه امينو اسيد، الامينو اسيد ده اسمه هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين نيفر انتر ان بروتين ستراكشر اس ساتش، يعني عمرهم ما يدخلوا في تركيب البروتين بصوره الهيدروكسي. امال عشان يدخلوا في تركيب البروتين يحصل ايه؟ لازم يخش بصوره برولين ولايسين ثم بعد كده يحصل لهم هيدروكسيليشن. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ احنا عندنا الامينو اسيد اللي اسمه برولين والامينو اسيد اللي اسمه لايسين، الاثنين دول بيكونوا موجودين في الطبيعه بصوره هيدروكسي، فيبقوا هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. لو موجودين بصوره هيدروكسي مش هيخشوا في تركيب بروتين. امال نعمل ايه؟ ندخلهم بصوره برولين ولايسين ثم نبقى نمسك فوق مجموعه او اتش. اذا عشان يخشوا في تركيب البروتين لازم يبقوا ايه وايه؟ ما ينفعش ايه وايه. لازم يبقوا برولين ولايسين، ما ينفعش هيدروكسي ولا هيدروكسي، بس هم لازم يكونوا موجودين في البروتين بصوره هيدروكسي. ندخلهم هيدروكسي؟ لا، ندخلهم بالصوره العاديه ثم نبقى نمسك فيهم او اتش بعد ما ندخلهم نحولهم لهيدروكسي. عشان كده مكتوب عندك بيقول الامينو اسيد اللي هم الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين مستحيل يخشوا في تركيب البروتين كده لان ما لهمش تي ار ان اي. مكتوب عندك بيقول اس زي هاف نو ترانسفير ار ان اي، والترانسفير ار ان اي ده اللي بيبني تتابع البروتين، دول ما لهمش تي ار ان اي. امال ايه اللي يحصل بقى؟ زي انتر ان بروتين ان فورم اوف ايه وايه بقى؟ برولين ولايسين، ثم يبقى يحصل لهم هيدروكسيليشن بعد كده، يعني يخشوا بصوره نقيه ثم لما يخشوا نبقى نركب لهم مجموعه او اتش. اخر تقسيمه هي الميتابوليك كلاسيفيكيشن، والميتابوليك كلاسيفيكيشن معناها ارجع كده على الكلاسيفيكيشن، يعني ايه كلمه ميتابوليك دي لما قلنا عليها؟ الفيت مصيره ايه؟ الامينو اسيد هيدي ايه؟ هل هيدي جلوكوز ولا هل هيدي كيتون بوديز ولا هل هيدي الاثنين؟ يعني ايه هيدي ايه؟ لما الامينو اسيد دي اتكسر هيدي ايه؟ هيدي جلوكوز بس، فنسميه بيور جلوكوجينيك. يعني ايه بيور جلوكوجينيك؟ بيدي جلوكوز بس. ولا هل هيدي كيتون بوديز بس فنسميه بيور كيتوجينيك؟ ولا هل بيدي جلوكوز وكيتون بوديز فنسميه ميكسد؟ اذا اكتب لي جنب الميتابوليك كلاسيفيكيشن دي اكوردنج تو الفيت، اكوردنج تو الفيت، حسب مصيره. افتر هيدروليسيس بعد ما يتكسر، يعني الامينو اسيد بعد ما تتكسر خالص هيدي جلوكوز ولا كيتون بوديز ولا الاثنين؟ مين اللي بيدي الجلوكوز كلهم؟ مين اللي بيدي الكيتون بوديز؟ تتصم دي بالذات، تتصم. البيور كيتوجينيك هو الليوسين مش اللايسين، واكتبها كده بايدك، هو الليوسين مش لايسين. وعايزك تبص بعينك جنب الليوسين شوف مين مكتوب في المربع اللي جنبه، اللايسين اهو. اذا مين الكيتوجينيك؟ الليوسين. الليوسين ودي اللي بتيجي في الامتحان، يقول لك which one of the following is pure ketogenic، هتقول لي الليوسين، او يجي يسالك يقول لك كل مما يلي ميكسد ما عدا ويجيب الليوسين في النص، او يقول لك كل مما يلي جلوكوجينيك ما عدا ويجيب الليوسين في النص. اذا دايما اختيارك في الحته دي هيكون ليوسين. سيان جه قال لك مين بيور كيتوجينيك او مين جلوكوجينيك ما عدا او مين ميكسد ما عدا. تعالوا نبص على الميكسد بالمره يلا. تريبتوفان وتيروسين وفينايل انالين، حد خد باله دول مين؟ التريبتوفان والتيروسين والفينايل انالين اللي طاروا فين؟ اللي هما الاروماتيك. يبقى انت عندك الاروماتيك واللايسين، وخد بالك مكتوب اخو الليوسين اللي هو مين؟ ايزوليوسين. هو مين الكيتوجينيك؟ الليوسين مش لايسين ولا ايزوليوسين، لان اللايسين والايزوليوسين مع الاروماتيك هيبقى نوعهم ميكسد.
يبقى كل الامينو اسيد بتبقى بيور كيتوجينيك ولا بيور جلوكوجينيك ولا ميكسد؟ بيور جلوكوجينيك. ما عدا مين؟ بيور كيتو ليوسين. مش مين؟ مش لايسين ولا مين؟ ولا ايزوليوسين، لان الاثنين دولت مع الاروماتيك يبقوا ميكسد. وده كده الكلاسيفيكيشن اوف امينو اسيد. هات لي الكلاسيفيكيشن اوف امينو اسيد تاني كده. احنا قسمناها الاول كيميكال كلاسيفيكيشن. مر بعينيك على الاسماء. يلا ده اصعب جزء في جزء البروتين. ده عرفته شطر خلص يا جماعه. ده سهل عليك، ده انت لو عرفته كويس شطر خلص، حرفيا الشطر خلص. الباقي كله سهل مقارنه بالحته دي. مبدئيا الكيميكال كلاسيفيكيشن يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا الفاتيك يا اروماتيك يا هيتيروسايكل. هات مقارنه يلا. الفاتيك نو رينج، اروماتيك بنزين رينج، هيتيروسايكليك رينج غير البنزين، كلهم الفاتيك ما عدا تيروسين وفينايل انالين، دول بيبقوا اروماتيك. تيروسين وفينايل انالين طار فين؟ دول بيبقوا اروماتيك. امال مين الهيتيروسايكليك؟ الهيتيروسايكليك هم التريبتوفان والهستيدين والبرولين. مين الهيدروكسيل كونتيننج؟ سيرين وسيرونين وتيروسين تي تي اس. امال مين السلفر كونتيننج؟ سي سي ام، سيستين وسيستاين وميسونين. امال مين البرانشيد؟ فالين وليوسين وايزوليوسين. تعال بص بعد كده اكوردنج تو الكونتنت اوف امينو وكربوكسي، قسمناهم يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا نيوترال يا اسيديك يا بيزك. نيوترال يبقى مونو مونو، اسيديك يبقى داي كربوكسيل مونو امين، بيزك يبقى داي امين مونو كربوكسيل. مين النيوترال؟ كلهم ما عدا اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد يبقوا اسيديك، والبيزك لايسين ارجينين هيستيدين. اكوردنج تو نيوتريشنال فاليو قسمناهم يا اسينشال يا نون اسينشال يا سيمي اسينشال. اسينشال معناها الجسم ما بيصنعهمش فلازم تاخدهم في الاكل. نون اسينشال معناها الجسم بيصنعه فمش شرط تاكلهم. سيمي اسينشال معناها الجسم بيصنعهم بكم ضئيل فيا ريت تاكلهم. مين هما الاسينشال؟ اتنين تلاتة تلاتة والاتنين نين. اتنين اتنين تلاتة تلاتة. اتنين اروماتيك مين ومين؟ فينايل انالين وتريبتوفان. وخد بالك هنا تريبتوفان مش تيروسين. خد بالك هنا تريبتوفان مش تيروسين. فينايل انالين وتريبتوفان. مين البيزك؟ ارجينين ولايسين وهستيدين. مين البرانشيت؟ فالين وليوسين وايزوليوسين، ثم الاثنين نين، ميسونين وسيرونين. سؤال امتحان، نقص مين يدي فاتي ليفر؟ ميسونين. ما النقص مين يدي باللاجرا؟ تريبتوفان. بعد كده مين هم السيمي اسينشال؟ اثنين من البيزك ارجينين وهستيدين. عندنا اثنين امينو اسيد ما يخشوش البروتين بالصوره الطبيعيه بتاعهم، اللي هم مين ومين؟ هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين، لان ما لهمش تي ار ان اي. ممكن يجيب لك في الامتحان بقى ويقول لك one of the following hasn't or don't have transfer ار ان اي، يجيبها لك بطريقه مستخبيه شويه. يقول لك مين اللي مالوش تي ار ان اي؟ هو مين اللي مالوش تي ار ان اي؟ الهيدروكسي. الهيدروكسي واوعى تختار برولين او لايسين، لازم الهيدروكسي. قول لي هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. امال عشان يخشهم دخلهم برولين ولايسين ثم اعمل لهم هيدروكسيليشن. اكوردنج تو الميتابوليك اللي هو اكوردنج تو الفيت، يا اما بيدي جلوكوز بيور جلوكوجينيك كلهم، يا اما بيدي جلوكوز وكيتون بوديز، يا اما بيور كيتوجينيك بيدي كيتون بوديز بس اللي هو اليوسين. مش مين؟ مش لايسين ولا ايزو ولا الاروماتيك، لان اللايسين والايزو والاروماتيك هيبقوا ميكسد. تعالوا بقى ناخد بروبرتس اوف امينو اسيد وبروبرتس اوف بروتين، وده الجزئين اللي هنقولهم كمان في الفيديو ده. بروبرتس اوف امينو اسيد وبروبرتس اوف بروتين اللي هم الثلاث صفحات اللي ورا بعض دول. بروبرتس اوف امينو اسيد، اول حاجه عاوزين نتكلم عن الفيزيكال بروبرتس. الفيزيكال بروبرتس اول حاجه الاوبتيكال اكتيفيتي، سؤال امتحان. اول حاجه الاوبتيكال اكتيفيتي، سؤال امتحان. وفي الكربوهيدرات كنا خدنا حاجه اسمها الاوبتيكال اكتيفيتي. ايه الاوبتيكال اكتيفيتي ده؟ كان جزيء لما نمرر فيه الضوء كان يغير مسار الضوء، فكنا نسميه اوبتيكالي اكتيف. وعشان اي حاجه تبقى اوبتيكالي اكتيف لازم يبقى فيها السيمتريك كربون اتوم. لو حد فاكر كلمه زي كده لما نراجع الكربوهيدرات هنقولها. على قد مستوانا في البروتين حالا،
اي حاجة عشان تبقى اوبتيكالي اكتف لازم يكون فيها السيمتريك كربون اتوم. والسيمتريك كربون اتوم معناها ذرة كربون اللي حواليها كلهم مختلفين. سؤال بقى، مين هم الاوبتيكالي اكتف امينو اسيد كلهم؟ سؤال بطريقة تانية، مين من الامينو اسيد بيحتوي على السيمتريك كربون اتوم كلهم ما عدا الجلايسين؟ الجلايسين هو الوحيد اللي مش اوبتيكالي اكتف لان ما فيهوش اسيمتريك كربون اتوم. بص السؤالين دول، which one of the following amino acid isn't optically active؟ جلايسين. which one of the following amino acid don't have asymmetric carbon atom؟ جلايسين. سؤال، هما الامينو اسيد كان تركيبهم ال الفا او البروتين كانوا ال الفا امينو اسيد ما عدا برولين. ايوه كده، هما اللي بقول لك كلهم اوبتيكالي اكتف ما عدا جلايسين. اي سؤال ولا سؤال، كلهم من ال الفا امينو اسيد ما عدا برولين وكلهم اوبتيكالي اكتف ما عدا الجلايسين. تعالوا نبص على السولابيليتي. فاكرين لما قلنا في التقسيمات كانوا خمس تقسيمات، خدنا منهم اربعه لو حد ياخد باله، باقي واحده اللي هي البولاريتي، والبولاريتي قلنا اكوردنج تو الذوبان اللي هو السولابيليتي. فدي التقسيمه الخمسه اللي هي البولاريتي، هل بيدوب ولا لا؟ بيدوب في ايه؟ في بي اتش من 6 ل 7 اللي بنسميها فيسيولوجيكال بي اتش، البي اتش بتاع الجسم الطبيعي. هل الامينو اسيد بيدوب ولا لا؟ اللي ما بيدوبش بنسميه نون بولر، اللي بيدوب بنسميه بولر. يبقى يعني ايه كلمه نون بولر؟ ما يدوبش، ما يدوبش لو البي اتش كام؟ من 6 ل 7. اذا لو مش هيدوب بنسميه نون بولر. سؤال بقى، هو نون بولر ده معناها هيدوب في الميه ولا مش هيدوب في الميه؟ مش هيدوب في الميه. يبقى بيحب الميه ولا بيحبهاش؟ بيحبهاش. نقوم جايين مسمينه هيدروفوبيك. هيدروفوبيك يعني ما بيحبش الميه. بورلي سولابل ما بيدوبش. ودول اتنين الاستثناء اللي كان اسمه ايه؟ جلايسين ومعاه الالانين. جلايسين والانين. حد فاكر البرانشد؟ كانوا ايه البرانش؟ فالين واليوسين وايزوليوسين، وكان في اتنين مكتوبين تحتها جلايسين والانين. افتكر ان الجلايسين والالانين دول اللي ما بيدوبوش. الجلايسين والالانين دول اللي ما بيدوبوش. امال مين البولر بقى؟ البولر دي يعني ايه؟ بولر يعني بيدوب. والبولر دول بنقسمهم، هل بيدوب وعليه شحنه ولا هل بيدوب وما عليهوش شحنه؟ واحنا قسمنا الاول اكوردنج تو البولاريتي والسولابيليتي، يا ايه يا ايه؟ يا بولر يا نون بولر. البولر او النون بولر قلنا ان هم ما بيدوبوش ما بيحبوش الميه، جلايسين والانين. امال البولر بقى بنقسمه يا ان تشارجد يا تشارج. ان تشارجد معناها مش شايل شحنه، وتشارجد معناها شايل شحنه. مين الان تشارجد؟ سيرين وتيروسين وسيرونين. حد فاكر مين دول؟ تي تي اس اللي هم كانوا الهيدروكسيل كونتيننج اللي كان فيهم مجموعه او اتش، اللي هم السيرين والسيرونين والتيروسين. اكتب جنبهم كده وتكتب ليه، ما انا عامل لك جنبها او اتش اهو. قلت لك الحاجه اللي مش تحفظها قدامك تحفظها تاني. اللي فيهم او اتش دول اتقالت شارج. والسلفر كونتيننج، حد فاكر مين السلفر كونتيننج؟ اس او كان سي سي ام، الواحد من السي او اللي هو اسمه السيستين. يبقى انت عندك الهيدروكسيل كونتيننج والسلفر كونتيننج دول بيبقوا ان تشارج. امال اللي تشارجد بقى، يا نيجاتيفلي تشارجد دولت الاسيديك، يا بوزيتيفلي تشارجد دولت البيزك. هما مين الاسيديك؟ اسبارتيك وجلوتاميك. مين البيزك؟ ارجينين ولايسين وهيستادين. بطريقه سهله بقى، الفيزيكال بروبرتس يا اما الاوبتيكال اكتيفيتي يا اما السولابيليتي. الاوبتيكال اكتيفيتي كلهم اوبتيكالي اكتف ما عدا جلايسين. بالنسبه للسولابيليتي يا بيدوب يا بيدوبش، ما بيدوبش يبقى اسمه نون بولر. مين هم؟ جلايسين والانين. اللي بيدوب يبقى بولر، والبولر ده يا ان تشارجد يا تشارج. الان تشارجد ده الهيدروكسيد كونتيننج والسلفر كونتيننج. امال اللي تشارجد دول الاسيديك والبيزك. وانت خلاص مره حافظ الاسيديك وحافظ البيزك وحافظ الهيدروكسيل والسلفر كونتين.
تعالى بعد كده اخش على الكيميكال بروبرتس بقى. الكيميكال بروبرتس بتاعت الامينو اسيد كالاتي، ايه هي الخصائص الكيميائيه؟ احنا اتكلمنا عن الخصائص الفيزيائيه، عاوزين نتكلم عن الخصائص الكيميائيه بقى. الخصائص الكيميائيه هنتكلم عن خصائص كيميائيه خاصه بمجموعه الامين لوحدها، وخصائص كيميائيه خاصه بمجموعه الهيدروكسيل لوحدها، ثم خصائص كيميائيه خاصه بالاثنين مع بعض. فنبدا الاول البروبر بتاعت الامينو جروب. يا الامينو جروب دي طبيعتها ايه؟ اسيدك ولا بيزك؟ بيزك. حلو. اول حاجه سولت فورميشن، تكوين ملح. ودايما خليك عارف حاجه بقى، عشان تكون ملح مسك الحاجه مع عكسها. واحنا في انهي جروب؟ امين. والامين دي بيزك ولا اسيدك؟ بيزك. عشان تكون منها ملح مسكها مع حاجه اسيدك. يقول لك لما تمسك بال HCl، ال HCl ده اسيدك، هتدي حاجه اسمها امينو اسيد هيدروكلورايد. ما هو الهيدروكلورايد هو ال HCl، لما الامينو اسيد يمسك مع ال HCl هيدي امينو اسيد هيدروكلورايد. انا عايز تعرف بس سؤال، هو السولت فورميشن تكوين الملح من مجموعه الامين، يبقى لازم تمسكها مع اسيدك. تاني حاجه اسمها الاوكسيديتيف دي امينيشن. اوكسيديتيف دي امينيشن ان شاء الله هيجي لنا في جزء الميتابوليزم تاني. يعني ايه كلمه اوكسيديتيف دي امينيشن؟ والزبروس دي عمليه من خلالها امونيا از ريموفد فروم امينو اسيد. عارف بس الكلمه دي؟ هنشيل امونيا فنحول الامينو اسيد لالفا كيتو اسيد. اعرفها لي حالا الكلمه دي بس، في الميتابوليزم هنتكلم عنها. يعني ايه كلمه اوكسيديتيف دي امينيشن؟ اسمها دي امينيشن، يعني هتشيل امونيا وتحول الامينو اسيد الى الفا كيتو اسيد. وده كده الاثنين بتوع الامينو جروب. يبقى الاثنين بتوع الامينو جروب يا اما تكون ملح يا اما تعمل دي امينيشن. تعالوا نبص على خصائص الكربوكسيل جروب، برضه يا تكون ملح يا اما تشيلها. بصوا كل واحده سواء امينو او كربوكسيل، يا تكون منها ملح يا تكون منها ملح، يا تشيلها يا تشيلها. تكون منها ملح سولت فورميشن يبقى تمسكها مع اسيد، تكون منها ملح سولت فورميشن تمسكها مع حاجه بيزك، تشيلها بدي امينيشن تشيلها بدي كربوكسيليشن. مكتوب عندك بيقول السولت فورميشن الامينو اسيد يمسك مع الكالي، لان هنا بنتكلم عن خصائص الكربوكسيل جروب، فيمسك مع الكالي، ولما يمسك مع الكالي اللي هو ال NaOH فيكون السولت. انا عاوزك بس تعرفها لي، ناخدها بطريقه سهله خالص بقى. احنا عندنا الخصائص الكيميائيه بتاعت دي وبتاعت دي، نكون ملح نكون ملح، نكون ملح لما نمسكها مع اسيدك اللي هو HCl، نكون ملح لما نمسكها مع بيزك اللي هو NaOH، نشيل دي باوكسيديتيف دي امينيشن، نشيل دي بدي كربوكسيليشن. مكتوب عندكم دي كربوكسيليشن معناها ريموفال اوف كربوكسيل جروب عشان يدي اماين، بيدي مركب اسمه الاماين. سؤال، هو انا لما اشيل الامونيا هدي الفا كيتو اسيد، والعمليه يبقى اسمها اوكسيديتيف دي امينيشن. امال لما اشيل الكربوكسيل هدي امايل، والعمليه يبقى اسمها دي كربوكسيليشن. زي لما نعمل دي كربوكسيليشن للهيستيدين بيدي ماده اسمها الهيستامين. خد بالك بقى، دي بتيجي ويقول لك كونفرجن اوف هيستيدين لهيستامين از دي كربوكسيليشن، تحويل الهيستيدين لهيستامين ده دي كربوكسيليشن. Properties of both amino carboxyl group. لغايه حالا انا هنفتح عن سؤال ما جاش؟ الحمد لله لا، انا معلش الصياغه. ده مش سؤال، ده هيجي منه سؤالين. المربع ده كده يا سؤال يا سؤال، المربع اللي جاي بس اهم جزء في الشابتر كله الحته دي. وخصوصا خليك فاكر اللي هقوله ده، زويتر ايون. انا قلت الكلمه اهو، يبقى انساها في الامتحان بقى. زويتر ايون وايزو الكتريك بوتنشي، خليك فاكر الكلمتين دول بس كده عشان لما يجوا ما تبقاش قاعد طالع لك قرون في اللجنه. ايه البروبرتس اوف بوس امينو كربوكسيل جروب بقى؟ الجزء ده مهم، الجزء ده مهم، الجزء ده مهم جدا. تعالوا نبص على حاجه الاول. فاكرين الامينو اسيد؟ كنا في الاول خالص قلنا ان هو اورجانيك، يعني فيه كارب.
معاه مجموعه اسيدك ومعاه مجموعه بيزك. المجموعه الاسيدك هي سي او اتش والبيزك ان اتش 2. بص عندك كده اول كلمه بيقول الامينو اسيد. سؤال بس كده صغير، وانا لو قلت لك الامينو اسيد ده يتفاعل مع حاجه اسيدك ولا مع حاجه بيزك؟ ينفع يتفاعل مع الاثنين، لان كده كده عنده ده وعنده ده. فيقول لك الامينو اسيد كان رياكت از اسيد اور از بيز، ممكن يتفاعل كحمض او يتفاعل كقاعده حسب البي اتش. عشان كده بنسمي الامينو اسيد امفوتريك سبستنس. يعني ايه كلمه امفوتريك؟ يعني ممكن تعمل كاسيد او كبيز. عشان كده لما اجي اقول لك سبستنس اكت از اسيد اور بيز از كولد امفوتريك، يبقى كلمه امفوتريك معناها ماده بتشتغل كاسيد او كبيز. بنسميها الاسم الثاني امفولايت. امفولايت هو ايه اللي بيخلي الامينو اسيد ممكن يبقى اسيد وممكن يبقى بيز؟ لان عنده اسيد الجروب وبيز الجروب. بيقول لي لان الامينو اسيد بيحتوي على الكربوكسيل جروب اللي هي الاسيدك والامينو جروب اللي هي البيزك. اذا الامينو اسيد في الكيمياء بنسميها امفوتريك، لانها قادره انها تعمل كايه او كايه؟ كاسيد او بيز، لان عندها ده وعندها ده. At certain pH amino acid can carry both and negative charge، وده بنسميها زويتر ايون. يعني ايه كلمة زويتر ايون؟ مركب شايل اشارة موجبة وسالبة في نفس الوقت. المركب اللي يشيل اشارة موجب وسالب في نفس الوقت بنسميه زويتر ايون. وبص اول كلمة كده قال لك ايه؟ at certain pH. البي اتش دي بنسميها ايزو الكتريك بوينت. ايزو الكتريك بوينت. يبقى كل امينو اسيد ليه بي اتش معينه بيشيل عندها شحنه موجبه وسالبه. لما يشيل شحنه موجبه وسالبه نسميه زويتر ايون. عند البي اتش اللي يبقى فيها زويتر البي اتش ده تبقى اسمها ايزو الكتريك بوينت. خليك فاكر السويتر وخليك فاكر الايزو الكتريك بوينت وخليك فاكر يعني ايه امفوتريك. ويعني ايه امفوتريك؟ امفوتريك معناها ممكن يتفاعل كايه او كايه؟ كاسيد او بيز. امال زويتر يعني ايه؟ شايل موجب وسالب. عند بي اتش معينه اسمها ايزو الكتريك بوينت، وعند الايزو الكتريك بوينت دي اقل حاجه عندها بيكون الامينو اسيد سوليبل. يعني السولابيلتي بتاع الامينو اسيد بتقل جدا عند الاي اي بي. هي ايه الاي اي بي دي؟ الايزو الكتريك بوينت. عشان كده كاتب امينو اسيد از ليست سولابل، بيبقى ليه اقل ذوبان عند الايزو الكتريك بوينت بتاعته. هو ايه اللي يخلي الامينو اسيد ما يقدرش يدوب عند الاي اي بي؟ عشان شايل شغلتين. واحنا كنا قلنا في الذوبان يا مشحون شارجد يا ان تشارج، يعني عليه شحنه ما عليهوش، ما ينفعش عليه الاثنين، لان عليه الاثنين ده ما يدوبش. اذا عند الايزو الكتريك بوينت بيكون شايل شحنتين، هو سويتر وبالتالي ما يدوبش. بص بقى الموضوع بيمشي ازاي. واحنا قلنا الامينو اسيد قادر ان هو يتفاعل كايه او كايه؟ كاسيد او كبيه. ازاي بقى؟ بيقول لي لو الميديوم اسيدك، ان اسيدك ميديوم، الامينو اسيد بيشيل اشاره موجبه. وخليك فاكر دي في الاسيدك بيشيل موجب فيبقى كاتايون، فلما نعمل له فصل كهربي يجري ناحيه الكاثود. بينما في الالكالاين ميديوم الامينو اسيد بيشيل اشاره سالبه يعني انايون فيجري ناحيه الانود. ارتب لكم المربع ده كده ترتيبه كسكين كده. مبدئيا الامينو اسيد بيحتوي على اسيد الجروب، يحتوي على بيز الجروب، اذا هو امفوتريك لانه كان رياكت از اسيد اور بيز. At certain pH بيشيل الشحنتين فنسميه زويتر. ال pH دي بنسميها ايزو الكتريك، وعند الايزو الكتريك السولابيلتي بتقل. طب لو غير ايزو الكتريك بقى؟ لو اسيدك pH يشيل اشاره موجبه، لو الكلاين pH يبقى اشارته سالبه. عشان كده لما اجي اسالك سؤال بقول لك ان اسيدك pH امينو اسيد اشارته ايه؟ ان الكلاين pH امينو اسيد اشارته ايه؟ ان الكترو او ايزو الكتريك بوينت، يبقى شرطه ايه؟ عند الاسيدك بيبقى بوزيتيف، عند الالكلاين بيبقى نيجاتيف، عند الاي اي بي بيبقى
سويتر. يعني ايه سويتر؟ شال الاثنين. والجزء ده المربع ده مهم قوي يا جماعه، وخصوصا كلمه سويتر وكلمه امفوتريك والاي اي بي. تعالوا نبص على رقم ده في الخصائص. هي اول خاصيه كانت ايه؟ فيزيكال. تاني حاجه كانت كيميكال. تعالوا نبص بقى على بيبتايد بوند فورميشن. هي ايه البيبتايد بوند دي؟ البروتين كان مكون من سلسله من الالفا امينو اسيد. عددهم حد فاكر الرقم؟ اكتر من 50 متصلين مع بعض بيه بيبتايد بوند. فاحنا عاوزين نتكلم ازاي البيبتايد بوند دي بتتكون. هي ايه البيبتايد بوند دي اصلا؟ الرابطه اللي مربطه الامينو اسيد مع بعضها في سلسله البروتين. قول لي اول حاجه علم يلا، هي كوفيلنت بوند، هي رابطة تساهمية. كوفالنت بوند مكونة بين مين ومين بقى؟ سؤال دلوقتي، هو الأمينو أسيد في إيه وفي إيه؟ أمين جروب وكربوكسيل جروب. يقول لك لما نيجي نربط أمينو أسيد مع أمينو أسيد بنربط الكربوكسيل جروب بتاع واحد أمينو أسيد بالأمين جروب بتاع اللي جنبه. ما هو ده أمينو أسيد جنبه واحد جنبه، فيبقى الكربوكسيل جنبها امين، فربط كربوكسيل مع امين تعمل البيبتايد بوند عن طريق انك تشيل ميه. فلما تشيل جزيء الميه تكون جاي دارج الاثنين مع بعض، يبقى البيبتايد بوند. سؤال من غير ما ابص على اللي عندك بقى، نوعها رابطه كوفالنت. كوفالنت يعني تساهميه، بنشيل فيها ميه وبنربط مين مع مين؟ الكربوكسيل جروب بالامينو جروب بتاع النكست امينو اسيد. بيقول هي كوفالنت بوند مكونة ما بين الكربوكسيل جروب اوف وان امينو اسيد اند امينو جروب اوف ذا نيكست امينو اسيد ويز اليمينيشن اوف ووتر. شيل ميه، وده بنسميه الكوندنسيشن رياكشن. يعني ايه كوندنسيشن؟ بتراكم، بتعمل تراكم، بتضغط حاجات في بعض، بتربط حاجات مع بعضها. انا عاوز اربع كلمات هنا. البيبتايد بوند نوعها كوفال بين كربوكسيل وامين، شيل ميه، يبقى التفاعل اسمه كوندنسيشن. بعد كده انا عندي سؤال بس صغير، كوندنسيشن يعمل بيبتايد بوند، امال الدي كربوكسيليشن يعمل امين، امال الاوكسيديتيف دي امينيشن يعمل الفا كيتو اسيد. كمان مره، الكوندنسيشن يعمل بيبتايد بوند، الدي كربوكسيليشن يعمل امين، بينما الاوكسيديتيف دي امينيشن بيعمل الفا كيتو اسيد. بيبتايد كان بي اكستندد. يعني ايه بيبتايد بقى؟ بصوا يا جماعه، في الفسيولوجي وعلى مدار دراستنا اللي فاتت كنت اي كلمه اقول لك اسمها بروتين، امينو اسيد بروتين، بيبتايد بروتين، بولي بيبتايد بروتين، كنت كل كلمه اقول لك بروتين. في الشطه ده لازم نوضح بقى، ده اسمه ايه؟ ده اسمه امينو اسيد لوحده، اسمه امينو اسيد. بدا يبقى اثنين نسميه بيبتايد، بدا يصل الى انه اكتر من 10 بس اقل من 50 نسميه بولي بيبتايد. اكتر من 50 يبقى بروتين، يبقى الواحد اسمه امينو اسيد. 2 3 4 5 6 7 8 لحد 9 يبقى بيبتايد. أكتر من 10 بس أقل من 50 يبقى بولي بيبتايد، أكتر من 50 يبقى بروتين. عشان كده بيقول لك البيبتايد، ويعني إيه بيبتايد ده بقى؟ 2 فيما فوق، ما إحنا كان عندنا واحد مسكنا على اللي جنبه بقى عندنا 2. بيقول لك البيبتايد كان بي اكستندد، ممكن يكبر باي آدينج مالتيبل أمينو أسيد، إنك تحط أمينو أسيد. يعني ممكن يبقى داي بيبتايد، ويعني إيه داي بيبتايد ده؟ 2 أمينو أسيد. ممكن يبقى تراي بيبتايد، يعني 3 امينو اسيد. ممكن يبقى اوليجو بيبتايد، اوليجو بيبتايد من 2 ل 10. يعني الداي بيبتايد والتراي بيبتايد من انواع الاوليجو بيبتايد اصلا، من 2 ل 10 بنسميها اوليجو بيبتايد، من 11 ل 49 يبقى بولي بيبتايد. امال 50 فيما فوق يبقى بروتين. بعدها بيقول ويز وان اند، لازم يا جماعه في اي جزء نعمله، بص ده امينو اسيد، لو انا جيت جنبه حطيت كمان امينو اسيد، فالامينو اسيد بقى سي وادي ال ان اتش 2 وادي السي او او اتش
وادي الهيدروجين وادي السلسله اللي اسمها الار. عاوز اربطهم مع بعض، ده مع ده هيعملوا ربطه تساهميه اهوت، ونشيل جزيء ميه بطريقه معينه مش ام التفاعلات. مهما فضلت تكبر 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 لازم دايما نهايه هيبقى فيها NH2 ونهايه ثانيه فيها COOH. مهما البروتين كبر لازم نهايه فيها ده ونهايه فيها ده. عشان كده بيقول 1N contain 3 amino group، ودي بنسميها الامينو تيرمينال. والاند الثانيه يبقى فيها 3 كربوكسيل جروب، ودي بنسميها الكربوكسيليك تيرمينال. يبقى لازم يبقى نهايه فيها امينو ونهايه فيها كربوكسيليك. دي بنسميها امينو تيرمينال، دي بنسميها كربوكسيليك تيرمينال. بطريقه ثانيه ان شاء الله كمان شويه هنعرف دي اسمها ان تيرمينال ودي اسمها سي تيرمينال. ليه ان تيرمينال؟ عشان امين. ليه سي تيرمينال؟ عشان كربوكسيليك. تعالوا نبص على اللي بعدها كده. في عندنا مركب اسمه الجلوتاسيون. ايه الجلوتاسيون ده؟ الجلوتاسيون ده عباره عن ترايبيبتايد. فكرني يعني ايه كلمه ترايبيبتايد؟ يعني ايه كلمة ترايبيبتايد؟ ثلاثة أمينو أسيد. مين هم الثلاثة أمينو أسيد؟ بعد إذن سيادتك بس معلش اكتب لي جنب الجلوتاسيون إن سؤال امتحان. وما تزهقش مني، ما تزهقش مني في كل حاجة سؤال امتحان، لأن قلت لحضرتك كل صفحة منها سؤال واثنين وثلاثة. فأنا بأكد لك على النقاط المهمة قوي اللي أنا لو بحط الامتحان أحط منها بأمان. الجلوتاسيون ده لازم يتحط في الامتحان، لازم يتحط في الامتحان. الجلوتاسيون أول كلمة عاوزين نعرفها، نوعه ترايبيبتايد، يعني كام امينو اسيد؟ ثلاثة. مين هم الامينو اسيد دول؟ هو المادة اسمها ايه؟ جلوتاسيون، بدأ بحرف جي، معانا اتنين جي، جلوتامات وجلايسين، والسيون لأن فيه سيستين، يبقى جلوتامات. عارفين ايه الجلوتامات ده؟ الجلوتاميك اسيد. ما هو الجلوتاميك اسيد لو شلنا كلمة اسيد بنسميه جلوتامات. اسبرتيك اسيد لو شلنا اسيد بنسميه اسبرتيت. فلما اقول لك حاجه اخرها ايت معناها اسيد، عشان لما يجي في الامتحان مش هتعرفوها. لما يجي في الامتحان يقول لك كل مما يلي اوله ذا فولوينج از اسيدك. امال مين الاسيدك اصلا؟ اسبرتيك اسيد وجلوتاميك اسيد. لو جابها لك جلوتاميت واسبرتيت صح؟ لو جابها لك جلوتاميت واسبرتيت صح؟ مع الجلوتاميت والاسبرتيت هو جلوتاميك اسيد واسبرتيك اسيد. انتوا هتعلموها باسيد؟ ايوه. وعلموها بايه كمان معلش؟ هنا يا جلوتاميت يا اسبرتيت عشان لو لعب بيكم في الامتحان. جلوتاميت واسبرتيت. يبقى احنا عندنا الجلوتاميك اسيد والجلايسين والسيستين. وادي تاني سؤال معاك. اول سؤال في الجلوتاسيون ان هو كام واحد؟ ترايبيبتايد. مين هم؟ جي وجي وسيستين. جلوتاميت وجلايسين وسيستين. واحنا كنا خدنا الجلايسين ده في ايه؟ اللي هو كلهم اوبتيكالي اكتف ما عدا جلايسين. امال خدنا الجلوتاميت ده في ايه؟ في الاسيدك مع الاسبرتين. بيقول لي اين يوجد الجلوتاسيون ده؟ الجلوتاسيون بيوجد في الار بي سيز. ده موجود في كرات الدم الحمراء، وموجود يا اما بصوره مختزله يا اما بصوره مؤكسده. بيكون موجود يا اما ريديوسد جلوتاسيون يا اوكسدايزد جلوتاسيون. اذا هو بيكون يا مختزل يا مؤكسد. لو مختزل بنسميه جي اس اتش، لو مؤكسد بنسميه جي اس اس جي. مش مهم دي، انا عاوز بس اعرف ان هو موجود يا ريديوسد يا اوكسدايزد. ايه لازمه الجلوتاسيون بقى؟ لما يجي يسالك في الامتحان ويقول لك مين الماده اللي بتخلي الجسم يتخلص من المواد السامه. فاكرين حاجه اسمها الراديكالز؟ الراديكالز هي المواد السامه على الجسم، اشهرهم هيدروجين بروكسيد اللي هو ال H2O2 والفري راديكال. الجلوتاسيون هو اللي بيخلص الجسم من المواد دي. يبقى الجلوتاسيون ده نافع ولا ضار في جسمك؟ نافع، لانه بيخلص جسمك امبورتنت تو جيت ريد اوف، انه يخلص الجسم من البيروكسيد اللي هو هيدروجين بروكسيد والفري راديكال. اشمعنى بيخلص الجسم من دول؟ يقول لك لان الحاجتين دول بيدمروا كل محتويات الخليه. بيدمروا البروتين والليبد والدي ان ايه. يبقى المواد اللي اسمها الفري راديكال والهيدروجين بروكسيد بيدمروا محتويات الخليه، يبقى الميثيونين بيتخلص منهم فيحافظ على الخليه. زائد ان النيوتروفيل بتطلع ميثيونين تقتل بالبكتيريا. بيقول they are used by immune system، بيستخدمهم جهاز المناعه
تو كيل مايكرو اورجانيزم، تحديدا النيوتروفيل. يبقى النيوتروفيل بتطلع ميسونين عشان تقتل بيه البكتيريا. اسف، الجلوتاسيون. يبقى الجلوتاسيون هو تراي بيبتايد مكون من جلوتامات وسيستين وجلايسين، ذي 3 امينو اسيد، من غير ما اقولها لك طبعا هما كام امينو اسيد؟ ثلاثه. يبقى كام بيبتايد بوند؟ ما هو امينو مع امينو بواحده وامينو امينو بواحده، يبقى هما الثلاثه امينو اسيد باتنين بيبتايد موجود، يا اما ريديوسد يا اما اوكسايد، بيخلص الجسم من الفري راديكال والهيدروجين بيروكسيد، زائد ان النيوتروفيل بيستخدمه توكيل المايكرو اورجانيزم. ده بالنسبه للجلوتاسيوم مهم جدا في الامتحانات. بالنسبه للبروتين، هو البروتين ده لما اجي اقول لك بروتين من غير ما تقراها بقى خلاص انا حفظتها لك. البروتين هو عباره عن سلسله من 50 فيما فوق الالفا امينو اسيد ما عدا كلهم الا الفا ما عدا برولين. تعالوا بص على الجنرال بروبرتس اوف بروتين بقى. احنا كنا بنتكلم حالا على البروبرتس بتاعت الامينو اسيد، عاوزين نتكلم بقى على البروبرتس بتاعت البروتين. خلص بس واسال انت عاوز. الجنرال بروبرتس اوف بروتين يا فيزيكال يا كيميكال برضه. بيقول لحضرتك كفيزيكال كلهم هاي مولوكولار ويت، لان احنا متفقين ان البروتين في الاول خالص كان هاي مولوكولار ويت، زائد ديفر في السولابيليتي، والحته دي مهمه. هناخد ان شاء الله في الفيديو الثاني واحد اسمه الالبيومين، والالبيومين ده بيدوب في الميه البارده كولد ووتر. وهناخد واحد اسمه الجلوبولين، الجلوبولين ده هنعرف ان هو ما بيدوبش في الميه بس بيدوب في محلول الملح اللي هو السلايم. وهناخد حاجه اسمها سكلير وبروتين، ده ما بيدوبش خالص. يبقى البروتينات بتختلف حسب الذوبان، مين يدوب في الكولد ووتر؟ البيوم. مين يدوب في السلايم؟ جلوبولين. مين اللي ما يدوبش خالص؟ السكلير وبروتين. بالنسبه للكيميكال بقى بيقول لي زي ار هيدرولايزد باي بروتيوليتيك انزايم. وانا بتكلم عن مين دلوقتي؟ على البروتين. هو البروتين لما يتكسر يدي ايه؟ امينو اسيد. بيتكسر بانزيمات اسمها بروتيوليتيك، عشان كده بيقول البروتين بيتكسر بالبروتيوليتيك انزايم عشان يدي امينو اسيد. مين البروتيوليتيك انزايم دولت؟ عددهم اربعه. في المعده في البيبسين، وفي السمول انتستين في التريبسين والكايموتريبسين، ومعانا واحد اسمه الكربوكسي بيبتيديز. اربعه هم بيبسين تريبسين كايموتريبسين كربوكسي بيبتيديز. وخد بالك من السؤال اللي هقوله ده بقى، هما دول بروتيوليتيك يعني بيكسروا البروتين. بيكسروا البروتين ازاي؟ يا اما يقصوه من النص، يكسروه من النص، نسميها اندو بيبتيديز. اندو بيبتيديز يكسروا من النص، يا اما يكسروا اول امينو جروب جنب الكربوكسيل جروب، يعني يكسروا على الطرف، نسميها اكزو بيبتيديز. يبقى انت لو عندك بروتين كبير، بصوا بقى اللي بيحصل، لو عندك سلسله بروتين وقطعتها من النص، كسرتها من النص، يبقى اسمه اندو بيبتيديز. امال لو جيت على الاطراف عمال تقص واحد، تقص الثاني، تقص الثالث، ده بنسميه اكزو بيبتيديز. قلنا عددهم اربعه، مين ومين ومين ومين؟ بيبسين وتريبسين وكايموتريبسين وكربوكسي بيبتيديز، كلهم اندو بيبتيديز ما عدا الكربوكسي بيبتيديز هيبقى اكزو بيبتيديز. تعال بص مكتوبه ازاي بقى عندك. بيقول لي الاستومك البروتين او البروتيوليتيك انزايم اسمه بيبسين، وده نوعه اندو بيبتيديز، والبي اتش بتاعته ده في المعده، يبقى لازم تبقى اسيدك زي بتاع المعده من واحد لاثنين. امال في السمول انتستين عندنا البنكرياتيك انزايم اللي هم التريبسين والكايموتريبس، دول برضو اندو بيبتيديز، والبي اتش بتاع المعده الكلاين بتاع الامعاء اسف الكلاين 8. امال الكربوكسي بيبتيديز، هم اسمهم كربوكسي بيبتيديز. حد خد باله ليه سميناه كربوكسي بيبتيديز؟ لانه بيقص الامينو جروب اللي جنب الكربوكسيل جروب، وده اكزو بيبتيديز يعني بيقص من على الطرف، ريموف الامينو اسيد ات الكربوكسيليك تيرمينال، يعني بيقص من عند الكربوكسيليك تيرمينال، بيقص من على الاطراف. السؤال هنا اللي بيجي بقى، كل مما يلي اندو بيبتيديز ما عدا مين بقى؟ كربوكسي بيبتيديز، ده نوعه اكزو بيبتيديز. وده كده يعتبر الجزء الاول معاك من الشابتر، تقريبا ده كده تلت الشابتر يا جماعه، ده الجزء الاول معاك.